الدولة تعاني من حرب حقيقية لمواجهة الإرهاب ولمواجهة قوى الشر في الداخل وفي الخارج، وبالتالي لابد أن يكون للإعلام دور كبير في هذه الحرب الشرسة التي تواجهها الدولة المصرية. هذه الندوة كما ذكرت لحضراتكم هي بداية مجموعة من الندوات، بنبدأ الآن بسبل النهوض بإعلام ماسبيرو أو اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وإن شاء الله سيكون هناك ندوة ثانية متعلقة بالنهوض بالصحف القومية، وندوة ثالثة بإذن الله حول النهوض بالهيئة العامة للاستعلامات وإعادة الاعتبار إليها.